هنتكلم مع الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين عن مسيرة الراحل الكبير صلاح السعدني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بي. طبعا بعزي حضرتك وبعزي كل الوسط الفني في الراحل الكبير صلاح السعدني. بعزي الوطن العربي كله. صحيح. في عمدة الدراما. يعني مسيرة فنية كبيرة للراحل صلاح السعدني، بالتأكيد هي مدرسة خاصة جدا بي، ليها قسمتها وليها مميزاتها. لو حضرتك شايف من هذا الجيل اللي مليان الحقيقة بالمبدعين، فين صلاح السعدني من هذا الجيل ومميزات وقسمات مدرسة صلاح السعدني؟ صلاح السعدني أحد أعمدة الدراما في الوطن العربي، مش في مصر بس. إحنا بنتكلم على رحلة عدت 60 سنة، لأن هو ابتدى من وهو صغير. اللي ممكن الناس تعرف أو بعضهم ما يعرفش، صلاح السعدني كان زميل للنجم الكبير عادل إمام في كلية الزراعة. في كلية الزراعة، وكانوا دايما في المسرح مع بعض، ثم انتقلوا بعد كده للتلفزيون. بداية صلاح السعدني كانت في منتصف الستينيات، يمكن المخرج الكبير أستاذ نور الدمرداش لما استعان به في لا تطفئ الشمس، ثم بعد كده مسلسل كان اسمه الضحية، طلعت 30 حلقة كان أخرس. فأخرس، وكان انت عارف الدور لما بيبقى الإنسان ما بيتكلمش ما بيعرف، فتعبيراته بتبقى على الوش. فدي كانت أصعب، كان تحدي، لدرجة إن في بعض الناس في الوقت ده كانت فاكرة إن هذا الممثل اللي ما كانتش تعرفه إن هذا الممثل فعلا هو إيه ما بيتكلمش. لكن هو أخذ الرحلة وعمل أعمال كتيرة. في نهاية الستينيات سنة 69-70 شارك مع المخرج أستاذ يوسف شاهين في فيلم الأرض، وكان دوره مميز جدا في فيلم الأرض، وكان دايما هو اللي قريب من أستاذ عبد الرحمن الخميسي الشيخ يوسف اللي هو عنده المحل، ويقول له أنا عايز سجاير مكنة، ليه تعبيرات كده معينة. فترة السبعينيات كان صلاح السعدني يعني نقدر نقول شغله ما بين الدراما التلفزيونية والسينما وكمان المسرح، بس هو في السينما عمل أعمال كانت جيدة، منها زي ما حضرتك تفضلتي أغنية على الممر، رصاصة لا تزال في جيبي، شارك في أكتر من عمل. لكن العلامة الفارقة أو المحطة الأساسية ابتدت مع نهاية السبعينيات وبداية